والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال. نافذة اقتصادية نفتحها مع دينا شرف، أهلا بك دينا، تفضلي. شكرا لك نهى، شكرا لك دينا، والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للخبز وتحويله إلى دعم نقدي تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وشدد المركز على استمرار الدعم العيني للخبز كما هو دون أي تغيير في المنظومة، حيث يتم صرف الخبز المدعم للمواطنين على البطاقات التموينية بواقع 5 أرغفة يوميا لكل فرد بمعدل 150 رغيفا للمواطن شهريا. وأشار المركز إلى أنه يتم احتساب الأرغفة التي يتم توفيرها على البطاقة خلال الشهر بنقاط مجمعة، على أن يقوم حاملو البطاقات التموينية بصرف فارق نقاط الخبز في شكل سلع غذائية وغير غذائية من المنافذ التموينية المختلفة. أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع اتخاذ قناة السويس خطوات جادة لتعزيز التوجه نحو التحول الأخضر في ضوء استراتيجيتها الطموحة للإعلان عن قناة السويس القناة الخضراء بحلول عام 2030. جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس المكتب الأمريكي للملاحة فاسيليوس كروستاليس لبحث سبل التعاون المشترك. وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تعتزم تقديم حوافز للسفن الصديقة للبيئة ضمن جهودها الداعمة لدعوات المنظمة البحرية الدولية للحفاظ على البيئة البحرية، وهو ما سيتم الإعلان عنه خلال فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وذلك بالتوازي مع الإجراءات التي تعتمدها الهيئة لإحلال الطاقة النظيفة بدلا من الوقود التقليدي في تشغيل الوحدات البحرية. وإلى سوق المال، حيث تباينت مؤشرات البورصة المصرية وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين، قابلتها عمليات بيع من قبل العرب والأجانب، وسجل رأس المال السوقي مستوى 751 مليار و300 مليون جنيه وسط تداولات بلغت نحو 2 ملياري جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إيجي إكس 30 عند 11072 نقطة ليرتفع بنسبة 26%، ويغلق عند مستوى 11100 نقطة. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 عند مستوى 2241 نقطة ليتراجع بنسبة 47%، مغلقا عند مستوى 2231 نقطة. كما فتح مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان عند مستوى 3243 نقطة ليتراجع بنسبة 22%، يغلق عند مستوى 3236 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 23.99 جنيه للشراء و 24.13 جنيه للبيع. اليورو سجل 23.90 جنيه للشراء وسجل 24.05 جنيه للبيع، في حين سجل الجنيه الاسترليني 27.86 جنيه للشراء و 28.03 جنيه للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، فقد سجل درهم الإماراتي 6.53 جنيه للشراء و 6.57 جنيه للبيع. وأخيرا الريال السعودي سجل 6.38 جنيه للشراء و 6.42 جنيه للبيع. قال وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز إن حكومة بلاده تدرس الإجراءات اللازمة للسيطرة على تأثير تكاليف الطاقة وسط توقع ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء بالبلاد في الأشهر المقبلة، وتتوقع الميزانية الأسترالية ارتفاعا بنسبة 20% من أسعار الطاقة في أواخر 2022، بالإضافة لزيادة أخرى بنسبة 30% في عامي 2023-2024. ختام أخبار الاقتصاد، وعودة مرة أخرى إلى دينا ونهى، إليكما. شكرا جزيلا لك دينا.